function of electrophysiology فلانشي. انت تقولي نعم اسمه cardio toxicity and or. بس هاي ليش كاتب or و and؟ يعني or muscle damage يعني ما يصير بي electrophysiology dysfunction، وانما شو يصير بي muscle damage لأي سبب آخر غير أسباب الكهربائية فقدانه. هاي هنا الكهروفيزيولوجي شنو يسموه كهربائية القلب، ما تذكرون انه شلون احنا القلب هو الشغل بالكهربائية التقلص والشغل الكهربائية الداخلية مو كهربائية مالتنا داخلية. فيقول لك يا اما بس هارد شو اسمه الكهروفيزيولوجي جس فانكشن او مصل دامج او اثنيناتهم. يعني هاي مثلا هسه جوز اجيب لك بالامتحان هذا MCQ اقول ايش كارديو از اونلي الكترو ديسفانكشن واسكت، او اونلي مصل، لا هاي اثنيناتهم غلط لازم لو هذا او هذا او هذا. يعني عندنا ديسفانكشن ويا يصير لو ما يصير يصير نعم اثنيناتهم يصيرون. The heart becomes as a shunul damage be or high cardio. The heart becomes weaker and is not as efficient in pumping and therefore circulating blood. As هنا بعد لغة هسه. The heart becomes weaker. يعني يصير ضعيف. And is not as efficient. يعني كلش فعال أو اللي شو اسمه اللي يسوي لنا شو يسوي لنا هو pumping. ما شو pumping ال blood. عاد هذا اذا ما صار عندنا بامبنج افيشنت مضبوط ايش راح يصير عندنا؟ حيأثر على من؟ على السيركوليتر بلاد سيركوليتنج مال البلاد. شوف هاي اللغه ايش اسمها ايش يعني. اذا هو ويكر اد از نوت اس سفيشنت ان بامبنج. ليش من يصير ضعيف ما يقدر يدفع، ومن يصير ما يقدر يدفع شو يسوي لنا؟ راح يخربط لنا يقلل لنا سيركوليتنج بلاد. ما نشوف الدورات الإنسان يقول دخت دم يده يوصل براسي دم يوصل فلان مكان. فإذا هو هذا شنو هذا فهذا التعريف يحتوي على يعني أشياء هواية. نقول or أما electro dysfunction muscle damage مثل بالهاي MCQ نعم اثنيناتهم. only dysfunction لا ويا يجوز شو اسمه damage. As a cardiotoxicity may be caused. شنو أسبابها؟ By chemotherapy treatment. شوف هذه الأشياء اللي تستعمل في معالجة السرطان أو معالجة أي chemotherapy. مشتر السرطان أكو هواية أمراض. Treatment. سوينا cardiotoxicity إذا كانت في غير الكمية المطلوبة أو الوقت المطلوب وهكذا. يعني مثلا يقول أروح أخذها من نافة 10 سنين. هذا لازم يأثر على القلب مالته. يعني complication from anorexia nervosa شنو هذه؟ عدم الشهية العصبية. إذا أنت دورات تصير عصبي فما يصير عندك ما تشتهي، هذا ما يأثر على القلب لأن يعني ما راح تشتهي ما راح تأكل. فش راح يصير؟ ما عنده تغذية للقلب. هي القلب كله عضلة حالة حال بقية الأجزاء. إذا ما يوصل للنيوترينت ما يوصل للدم كمية كافية يضعف ويسوي لنا مشاكل. أو adverse effect of heavy metals intake يعني شو اسمه تعرض intake هنا مو نشربه احنا او ناكله، وانما intake يعني انت تتعرض له وتاخذه سواء by inhalation سواء by dermo بأي شيء اي شيء اي مكان. or an incorrectly administration drug such as bupropion. هذا كدورات الفيكين هذا مثل ليدوكين ماكو فيكين ليدوكين هذه دورات استعمالها هم شو يسوي لنا؟ يضعف لنا القلب. ليش هسه دورات من ياخذون الليدوكاين شيء يحذرك؟ ليش اول ما يفحص القلب يفحص الرئه يفحص اي فايتلز؟ لان هو كل واحد الكيموثيرابي او شو اسمه هذا مخدرات مو مخدرات يعني المخدر قصدي الكين جماعه الكين نيدوكين مال هذه نيدوكين فهاي كلها تاثر على القلب. القلب عضو فعال وظيفته كلش صعبه
يعني مثل رأس ال شلون مثلا كل مكان مدير العام، إذا ما يضبط الإدارة مالته كلها تروح، وهكذا. فإذا القلب هو مهم جدا من الأنسجة، ولو كلها مهمات بس أهم واحد هذا. كارديو توكسيسيتي هذا سمعوني أنا، ترى ما أسألكم تسمعون زين صوتنا؟ اي دكتور مسموع واضح. الله يبارك بك عيني، الله يبارك بك. كارديو توكسيسيتي سيفير ليتو كارديو مايو باثي، كارديو مايو باثي يعني شنو هو؟ كارديو قلب، مايو عضلة، التهاب او شو اسمه او تلف، انها تجي باثي يعني مرض، مرض تمرض او التهاب او تلف شنو عضلة القلب. بما انه القلب هو كل عضلات، فاذا ايش راح ياثر لنا؟ احد ياثر لنا على دفع الدم وعلى التهيؤ، وهكذا ما يقدر يوصل النيوتريانت وهكذا. اذا كارديو ساعدنا، هذا كارديو مايوباثي is a serious disease in which the heart muscle becomes inflamed and does not work as well as it should. يعني هو فد مضر ضار، فد مرض ضار، شو يسوي لنا؟ يأثر لنا على ال شو اسمه الهارت مسل انفلاميت، يعني هنا يمرضها، نقول مو مرض يعني مثل صحونه ولا شيء، وانما يمرضها في فعاليتها، في هدفها، في اكثر شنو الشغل اللي هي مسؤوله عنه. فمن يسوي ده هذه راح شو يصير؟ راح ياثر على بقيه انحاء الجسم. ويقول لك هناك اكو هواي اسباب، منها الفيروس، فيروس انفكشن. ولهذا هسه تلاحظون في كورونا اللي ما يروح بالرئه ده يروح بالقلب بالجلطات وبال، ليش؟ يعني ياثر هذا حال بقيه المواد الضاره. شوف هسه هايبرتروفيك كارديوباثي، هذا هايبرتروفيك شنو؟ تضخم. احنا اخذناها ما ادري بال شو اسمه الباثوفيزيولوجي تروفيك. شوف هذا القلب باو عسل، شوفوا شوفوا شلون صار بالتضخم. اكثر مكان يصير بتضخم وين؟ من يجاوب وين؟ ليفت فنتركل. عفيف شو صحيح اكثر، ليش؟ لان هو الاساس بالدفع، فكل ما انقباض وانبساط فهذا راح يصير. اذا هو مثلا عنده مشكله بال في خلي جريان الدم، اي مشكله، فيدفع وما يوصل، ويدفع وما يوصل، فراح يصير حاله حال اللي شو اسمه اللي يلعب رياضه ويصير العضلات. ليش؟ لانه يعني يلعب رياضه، فهذا مثل قدم فكره مثل يلعب رياضه، فشوف شلون صاير بتضخم، شوف الانابيب مالته والفعاليه الجسميه كلها من اثر التضخم. هذا من اهم احد اسباب امراض او مرض من امراض القلب. يا شو يسوي هذا القلب؟ يسوي علل المصل مالته اللي هي اساسيه. هسه عندنا ميكانيزم اوف توكسيكانت، التاثير مالته كومباوند انديوس توكسيسيتي اللي تسبب لنا التوكسيسيتي. احنا هذا نقصد بها التوكسيسيتي، مو توكسيسيتي بالسم، ارد اعيدها، وانما توكسيسيتي بال اي شيء يضر الفانكشن او يسوي لنا دامج. It's a toxicant that alter aerobic metabolism. يعني اللي السموم اللي تأثر على التمثيل الغذائي الهوائي، يعني شنو هو الغذاء اللي بوجود الأكسجين؟ aerobic يعني بأكسجين، anaerobic يعني بدون. Toxicant that alter myocardial conduction، توصيل مو contraction، conduction يعني توصيل. تدري احنا تقاريب التشريح اكيد على القلب، مثل الكهربائيه يوصل واحد للاخ وهكذا، واحد ينزل للاخ، وحتى كلها يصير فعاليه كامله. فاي مكان يصير به خلل، يصير خلل بالفعاليه، اذا خلل وين راح يؤدي لنا؟ الى خلل بالقلب. توكسيكان ذات التر سيل ممبرين فانكشن. ممبرين فانكشن شنو؟ سيل هذا اللي يصير بها التنافذ يسموها، جاي الكالسيوم يطلع يخش مكان فلان واحد، ما يكون هاي قريبه بالفسلجه، خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم.
هذول اثنيناتهم واحد، يعني اذا زاد هنا هناك يقل، وبالعكس زياده والنقصان في بعض الاماكن هي خطره تحدث انه تسبب لنا معنى التسمم. التسمم شنو هنا؟ يعني الالم، الفعاليه تقل، او مضار اكثر عندنا. وعندنا بعض التوكسيكنت لا، شغلتها على عضلات القلب، ما عليها بالممبرين، ما عليها بالايروبيك ميتابوليزم، وين عليها دمج بالمايو كارديو، عضلات القلب. واكو قسم من التوكسيكنت وين فاسكولار تشينجز، يعني تاثر على الاوعيه الدمويه اللي هي تدري بالقلب، عندنا هو القلب من كل اكثرها نتيجه الاوعيه الدمويه، اوعيه داخله، اوعيه خارجه، شرايين اللي تدخل بالأذين الايمن وتطلع من البطين الايسر وهكذا، ولما توصل للفاسكولار. يعني اذا هاي توكسيكال، هذه هاي الميكانيزم، هاي الانواع الميكانيزم هذه، يعني لا يجب الانسان انه يقدر يفرزنها ويقدر ما يحفظها، يعني هي انا بالنسبه لي مهمه. توكسيكال هذه مهمه ليش؟ لان حتى الانسان يعطي دواء، خصوصا انتم الصيادله يعني من نعطي دواء، من احد يسوي لنا في الاشياء اخرى، انت حالتك النفسيه هم، حالتك الغذائيه، حالتك هاي كلها تقدر منها تستنتج شنو هي الميتابوليزم اللي هاي عاد تتوقع من عنده. مثلا انت عندك ضيق قلب ما تروح تلعب رياضه، ما يصير، لازم تفحص انه عندك القلب ليضخ الدم بصوره طبيعيه وليوصل لا زياده ولا نقصان، لان النقصان مؤذي، وزياده كذلك يجوز يصير عندك نزيف خارجي. صارت بعض الاطباء القلبيه، يعني انا اروح مثلا اريد اعالج نفسي او اريد استفسر من عنده، هو اروح كل ما بيه، هو يمكن هو ياذيني اذا مو يموتني، خصوصا من يصعدون انه انت اساليك وقيس الجهد يسموه، ماكو جهد انه ايش قد يدفع من انت يصير عندك جهد رياضه، ايش قد يطلع كميه الدم من خارج قلبك. بعد وين يقيسوه؟ بالجهد اللي انت يمكن اكيد سامعين به، هذا البايسكل يصعده، الطبيب يصعده البايسكل ويشوف ايش قد يضخ لوين يوصل، بعد دورات هنا يصير عنده جلطه. هو اثناء هذا يعني هو راح كل شيء ما بي، بس هنا ليش؟ لان يعني الطبيب انطى جهد اكثر فما قدر يتكيف الى هذا الجهد، فراح يسوي له جزء انفجار في احد الشرايين الموجوده في الدماغ او احد الشرايين الموجوده في اي مكان اخر، لان مثل فد واحد يضغط على فد شيء وينفجر. فاذا هسه هذه الكمباوند انديوس توكسيسيتي، هذه انواع التوكسيكنت هذه مهمه حتى الانسان يتوقعها. وعفوا من اقول مهمه يعني معناتها شنو؟ اسعدنا. راح نجزئ كل وحده شوي شوي نشرح عليها. توكسيكنت ذات انترفير وذ ذا ايروبيك ميتابوليزم. Higher energy demands of the heart make it susceptible to toxicants that interfere with. يعني يقول لك طلب القلب على شو اسمه على الانرجي، مو يشتغل بكيفه، لا لازم عنده انرجي ياخذها من الجسم، من التغذيه، من الاشياء الاخرى، من الفيتامينات، من اي نوع من انواع الانرجي برودكشن يعني يسموها ديمايند، يعني يحتاج او يطلبها الهارت. وهذا يؤدي لنا ها الى ضعف في بعض الشغلات، يؤدي لنا الى التوكسيكنت. هسه اوكسجين افيرابيلتي، يعني هو الهاير انرجي اللي عندنا، الاكسجين موجود، هو الناتج مال هو المحرك للانرجي. ها بعض الادويه شوفوا كربون مونوكسيد هاي الغازيه، نايتريت هاي كلها، اكو ادويه هم تاثر. كربوهيدرات ميتابوليزم، يعني احنا ناكل كربون، نشرب ناكل شكر هوايه، نجي ناكل حلويات هوايه شيء، واذا عندنا احنا معرضين لهذا فلورو اسيتيت ها شو يسوي لنا؟ يسوي لنا عندنا توكسيكنت، يعني شنو؟ ياثر على ياثر على الايروبيك ميتابوليزم، ومن هذه ما ينطينا انرجي او ما يعطينا الغذاء، لان دورات الترانسفورميشن اوف ذا الاغذيه
هو اللي يعني احنا محتاجين، مو كرود يعني، يعني مو الدواء هو قيمته كله، لا بعد ما يتحلل هو هذا المفيد وليس قبل، قبل ما يتحلل يعني بالتحلل يلا يفيدنا ان اوكسيديتيف فوسفوريليشن يصير داينيتروفينول. هذول يعني هذول شنو يأثرون على هذول، على هذه الشغلات بعد اشوف يعني اوكسيديتيف كم واحد روتينيون هذا انتي مايسين، هذه طبعا سيانيد اند كربون مونوكسيد يأثر على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، يعني هذا بالمقريه دائما انا اقول لكم بالبايوكيمستري اكيد احنا هنا يعني ناخذ نظره على هذه المواد، لان هي هاي جزء يمكن واحد من 100 واحد يسوي مثله، فما عندنا قابليه احنا نحفظها كلها. قاعد تفهمون شو اقول هسه؟ الان المهم عندي شنو؟ المهم higher energy demand of the heart make it susceptible to toxicant interfere with من هنا هاي with interfere ويا من؟ واحد oxygen availability، اثنين carbohydrate metabolism، oxidative phosphorylation. اي فانت من اثناء قراءتك العامه اي ماده من يقول لك هذا مؤثر على الاكسيديتيف فوسفوريليشن تقول هذا راح ياثر على القلب، من ياثر على الميتابوليزم الكربوهيدرات هذا راح ياثر على، فاذا احنا توكسيكنت اللي انترفير وذا ايروبيك ميتابوليزم شنو هي؟ شنو هي؟ شو يسوي؟ سبتوم توكسيكات انترفير ويا من؟ يعني احنا نحفظ هذه الشغل هذا يصير من انترفير ويا من؟ عندنا واحد اكسجين، اثنين كربوهيدرات، ثلاثه هذه هي. هذا المهم، هذا السلايد تحفظون هاي الثلاثه اكسجين كربوهيدرات اوكسيد، هذا ما عليك انت من هذا فلان كربون مونوكسيد هذا من آية، لان هذا واحد اثنين اي انا براي اي هسه غاز تكتب اياه اقول لك يمكن صح، لان احنا ما دارسين كلها، فاذا احنا ناخذ بس راس شيء يسوي وبعدين نقول ياهو هذه. يقول لك هذه التوكسيسيتي مال هذول اللي ياثرون على الانرجي، اذا هي شنو؟ حالها حال اي جزء عضوي، ما راح يوصل لها القوه، ما راح يوصل لها الدم، ما راح يوصل لها الاكل ولا القوه هذه، شو يسوون؟ مايوكارديال نيكروسيس، يصير عندنا نخر، وين؟ نخر بالمايوكارديال، يعني بعضله القلب تتاكل عضله القلب ويصير عندنا شو اسمه؟ ضعف بها، لانه هي احد اسباب الوفيات. اذا فهذا السلايد حفظ مالته شنو او دور عنوانه شنو هو؟ توكسيكنت انترفير ميتابوليزم، يا ميتابوليزم الايروبيك. شو يسوي هذا؟ هاي انرجي ديمايند اوف ذا هارت ميكس ات سسبتبل، هذا ياثر عليه على الانرجي، صناعه الانرجي شلون؟ ومثل اللي او المواد اللي تدخل ضمن الانرجي سواء فعاله هي او ناتجه، واحده اثنين ثلاثه، وتوكسيسيتي اخر شيء ياثر لنا انه على النكروسيس. صار مفهوم شلون يعني تحفظوا لنا السلايدات هيك؟ بس التوكسيكن ذات التر شو التر؟ المايوكارديال كوندكشن، توصيل خصوصا توصيل كهربائي، ترى هو بالقلب توصيل كهربائي، يعني تقارير اكيد الفسج لما قراكم القلب والاي سي جي والجماعه هاي ما كنا نستعملهم للقياسات، هذه هو من ضمن الكوندكشن. التر امبلس فورميشن يعني نبض، اند كوزز ارثميز، هو يصير عدم الانتظام ارثميا ماكو. Toxicant that causes acidosis and hyperkalemia. فلان فلان. شو يسوي هذا؟ Enhance slow current activity. Increase automatism and promote arrhythmia. يعني هذول toxicant. Causes شو يسوون؟ Acidosis and hyperkalemia. شو يسوي لنا اياه هذا؟ هذول Enhance slow current activity. يقلل لنا فعال بالكرنت فعاليه الكارنت اللي واصل، والاخرى اوتوماتيسيتي اند بروموت ارثميا، يعني قللنا بالهذا الاوتو ميون ما كل ما عندنا ذاتي يسميها شغلات، مو هي شو ذاتيه يعني
التوصيل الكهرباء بالقلب ذاتيا، مو انت تتحكم به، وانما هو عنده فد شغله مثل شلون عنده فد مركز سيطره، هو يقول له فلان روح هناك او تعال من هالطرف هالطرف. فهذا هذول التوكسيكنت اللي يسوون هيك ياثرون على هالشغلتين، انهانس يعني نحفظ هاي انهانس ونكريز. كارديو توكسيك دايب هياهو هذول اي توكسيكنت يسوون اسيدوسس، من تقول له اسيدوسس يعني زياده شو اسمه الاسيد بالدم، وهاي ويسوينا هايبر كاليميا. تشوفون هايبر كاليميا بوتاسيوم كلش مهم، زيادته كلش مؤثره. هاي وين يصير الزياده مؤثره؟ يصير من يقلل الصوديوم، لان يعني هو والصوديوم مثل عندهم معركه على دخول شو اسمه للخلايا، فيصير هذا يريد يدخل وهذا يريد يطلع، لازم نسبه موجوده من دخول الصوديوم ونسبه من خروجه. اي اختلال في هذه المعادله ياثر لنا يسوي لنا الاشياء الاخرى. كارديو توكسيك دايفالنت ايونز مثل الباريوم استرونيوم، ها باريوم نحفظ الباريوم شو يسوي؟ ريبليس كالسيوم سلو كارنت شانلز، يعني ريبليس يعني يزيل الكالسيوم وهو يصير مكانه. كالسيوم مهم من انواع شو اسمه الايونز اللي موجوده مهمه بالجسم، مهمه للعظام، مهمه لفعاليه القلب، حتى مهم ايش قد ما مهم ترى زيادته هم مضره. الكالسيوم عنده ضرر، واذا نقص ضرر، واذا زاد هم ضرر. الالتر افلكس اوف بوتاسيوم فروم مايوكارديال سيل، اذا سوينا اي شيء اندفاع البوتاسيوم يعني ماكو من المايوكارديال سيلز زيدنا باوعو هاي هايبوكاليميا، ما يدخل البوتاسيوم لداخل، فيسوينا عندنا نقص في البوتاسيوم، وهم يسوي عدم انتظام دقائق. كل هسه الدورات من نشعر احنا يقول قلبي ما ادري شنو شويه ما يدوز مو زين، احنا بس بنقول ها اخاف انت عصبي اخاف ما ادري شنو، لا واي اشياء. فاذا هسه يعني من هالشغله انه لازم احنا الانسان يفحص البوتاسيوم. احنا كنا يعني كنا من نروح بس فحص لنا فلان شيء، لا لازم يفحص البوتاسيوم بالجسم ويفحص الكالسيوم والصوديوم، هذول ثلاثه مهمين، لان زياده الكالسيوم بالدم راح يترسب بعدين نشوفه دورات بالعضله القلب، نقصانه ما يخليها تشتغل عدل، وكذلك البوتاسيوم وهكذا. البوتاسيوم موجود يعني مثلا هواي اكثر شيء موجود بالموز، بدورات اهل الضغط كانوا بالاول ينصحوهم ما ياكلوا موز، لان من يصير البوتاسيوم هواي يمنع الصوديوم من دخول وخروج، والصوديوم مضر الدورات من يبقى وهكذا. هسه هاي عرفنا شنو شلون اذا توكسيكان شو يسوي لنا وشنو فعاليته، مو كل شيء نحفظ به هذا. هسه رجعنا هنا شنو توكسيكان ذات سيل ممبرين، هسه عندنا قلنا عضله وبعدين الانرجي وبعدين شيء هسه وصلنا للسيل الغلاف الخارجي الجدار مال هذا شلون البيت الحائط اللي خارجي الجدار نسميه. فهسه الالتر سيل ممبرين كنترول اوف ايون موفمنت اند افكت كارديو كونتراكشن، هذا اهم نقطه به، هذه النقطه المهمه. الالتر سيل ممبرين كنترول اوف سيطره السيل السيطره مع الدخول وخروج الايونز من يخربطها توكسيكانت، فمن يخربطها شو يسوي؟ افكت يعني يؤثر على كاردييك كونتراكشن، على انبساط وانقباض ال شو اسمه الكونتراكشن يعني انقباض القلب. احنا يفيدنا الانقباض شو وقت من ندفع والانبساط من نستلم. كاردييك جلايكوسايد كاتيكولامين كيميكال ايونوفوريس هذه فاسيليت ذا باسج اوف صوديوم بوتاسيوم اور كالسيوم، هذول شو يسوون؟ هذا الكيميكالز خصوصا هذا الكيميكالز فاسيليت يسرع شيء يسرع مو خروج وانا بسج يعني يمشي يعني بدون
عندنا الايان كنترول، يعني شلون هسه مثلا في مكان ما مثلا يقول لك انت امشي يلا عيني قوم طلع من هالمكان واحد واحد ورا الاخ، اذا انت جيتوا 10 على الباب فهنا شو يصير؟ هنا فاسيليت المسج ليش؟ لان اكو صوديوم بوتاسيوم هوايه كلهم يريدون يدخلون، بس شو يصير؟ خربطه بعمليه التبادل. اذا كالسيوم زاد بالقلب راح ياذينا، بوتاسيوم اذا زاد ياذينا، نقصانهم كذلك. هسه هذا المونين ايس التر كالسيوم اد صوديوم ترانسبورت، يعني انتقال فان انكريز ما هسه هذا يفسر لنا شنو معناته انترا سولولار كالسيوم تشينج مايوكارديال كونتراكت. شوف الكالسيوم اذا ترسب بالهذه يغير لنا في شو اسمه تقلصات المايوكارديال. اكسسيف كالسيوم اكيموليشن امبيرز ميتوكوندريال اوكسيديتيف فوسفوريليشن. احنا هناك قلنا ان القلب يحتاج انرجي، فمن قللنا هذول شو يصير عندنا بالهذا شو اسمه امبير ميتوكوندريال اللي هي بها الانرجي يصير اوكسيديتيف فوسفوريليشن، شو يصير عندنا الى تموت الخلايا وما عندها اكسجين ما عندها تغذيه فراح تموت تصير بها نخر. بس ملاحظاتكم على هذا الانواع، يعني عرفتوا شنو تقرون شنو ما تقرون؟ اي دكتور عرفتوا. احنا نريد يعني ناخذ مو كل شيء مكتوب لازم نحفظه، لا شيء ياثر منه شيء شنو ليش قلنا توكسيكنت؟ يعني مثلا ساده ليش؟ لان يعني هو ايش يسوي؟ خربط لنا الكنترول افكت كاردياك كونتراكشن. هاي يعني هيك نحفظها، يعني تحفظون انتم تقرون خلوا جواها خط، بس هاي مو الملزمه عندكم او هنا او اي مكان، خلوا خط مثلا شنو هو المهم بي، مو كل حكي مهم. هسه هذا المونو التر كالسيوم والصوديوم والترانسبورت زياده في الانتراسول اذا من خربطه وهو قال لك مو كنترول، فاذا راح ايش يصير؟ راح يصير عنده زياده يسوي لك شيء، يعني يقول اذا هو شو يسوي؟ التر انكريز تشينج. عادتي من تحفظين شيء التر شيء شنو معناته الالتر؟ وين؟ الكالسيوم والصوديوم. انت اذا ترانسبورت نسيتها ما يهم. شو انكريز؟ شو يسوي الانكريز؟ يسوي انتراسولولار كالسيوم هوايه. اذا سوى هيك شو يسوي؟ تشينج مايوكارديا. اذا هي ثلاث خطوات. التر كالسيوم، بس عن الكالسيوم نحكي. انكريز انتراسولولار صار المايوكارديال كونتراكتلي هم تشينج. هاي ثلاث مرات، هاي هيك تحفظون. هذاك شو يسوي؟ اكسسيف كالسيوم اكيوميليشن امبيرد مايتوكونديا. مايتوكونديا احنا نعرفها هي اللي تسوي لنا هذا الانرجي، فاذا هو راح يغير لنا. اذا واحد يريد يتوسع عن يا طريق اوكسيديتيف فوسفوريليشن. شو يسوي اخر شيء؟ نيكروسيس. يعني شيء هسه انا من كنت مثلكم اقرا كلها احب يا سبحان الله احب الاسهم. يعني فلان شيء وراه هيجي وراه هيجي تحفظي ولا ما تهيج تقري ترى تنسي. هسه راح هذه شوي نستعجل بيها. اهم ممبرين سيل ممبرين كنترول اوف ايون، مو هذا اكثر هذا بعدهم ذات بايند تو فوسفوليبيد توكس ذات سيلكتفلي بلوك صوديوم شانل. اذا هذول الرئيسيين بايند توكسيكان، يعني مثلا نقول لكم عددونا او نجيب ام سي كيو مثلا توكسيكانت بايند تو فوسفوليبيد، ما عليه ما راح نقول لكم افكت بوتاسيوم ترانسبورت، هاي هيك عرفناها انه بوتاسيوم اذا خش يسوي لنا هايبر كاليميا واذا قل هايبو كاليميا. توكسيكانت ذات سيلكتلي بلوك صوديوم شانلز، خلاص شو يسوي عندنا؟ انترا سوليولار صوديوم ديبرشن اوف نورمال فانكشن اند كوديت، سوينا ارثوي سوينا انتراسوليولار ديكريز انتراسوليولار صوديوم وسوينا ارثميا. يعني مو كل شيء هذه الانسان ما يقدر يحفظ، بس خصوصا شويه المجال مو هاي المحاضره لازم مال انا برايي غير مال ساعتين وساعتين لخ واحد على كيف حتى من يشرح فبوس فاذا احنا رؤوس الاقلام مهمه، بس شنو انا يعني انصحكم عيني من تقرا
لخص واستعمل هاي الطريقه وشوف شو تفيدك. حتى انا شفت من مثلا ساده معدل سلايد اسوي يا سلايد 10 سلايد 10 اكتب 10 هذا الموضوع هذا الموضوع في رقم 10 ما اقول اني هذا وين مثلا واحد سالني انا سنجي اقول رقم 10 نعم هذا بها الكتابه عندنا هسه توكسيك دايركتلي دامج هسه احنا مو ترى هاي كلها نفسر اللي ماكو توكسيك قلنا الفعل شلون اول هاي ماكل خمسه اول يمكن ما ادري هسه يا سلايد اللي خمسه ايروبيك وهذا دامج هذا دايركتلي اخر شيء تقريبا يمكن اخر شيء دامج ذات بامبينج افكت نس باي ريدوسينج ذا نمبر اوف اكتف بايوس هذا شلون شيء خفف لنا هذا ياثر شنو دايركتلي على مباشره لا يخش لا صوديوم ولا يودي بوتاسيوم لا هو سيدخل وين على العضله يخفف او يقلل من نمبر اوف اكتف مايوسايتس الخلايا اللي العضليه الموجوده هناك من يقللها من اكتيفيتي من قللها بعد ما تقدر يعني ست ايدك عضلات اصابعك اذا تشتغل قوي مثل ما نقول تقدر تعجن عجينه بينما اذا خفيفه ما تقدر كذلك نفس الشيء هذه فسنجي نشرح شنو هي هذول بس هو العنوان يعني هذا مثلا احنا اقول لك توكسيكن اكت دايركتلي كوزز مثلا فد شيء اقول لك ريدوسينج نمبر اوف اكتف مايوسايت تقول لي صح يعني مو تحفظ البقيه يعني هذا اول شيء فانت عاد بعدين تفسر مثلا جاك بالعلم تفسر شيء يفسر شيء بس ما تحفظ كل تريد هاي والله اذا قابليه زينه هي حلوه بس شنو دورات تتخبط اذا فاذا يحفظ له الراس الموضوع وياخذ الشرحه الراس الموضوع مهم بشرح حفظه بس ذاك شرح انت تبدي من تفهمه من فهمته راح تشرح انت مو شرط ان حتى مثلا باكر اقول لك اكسبلين لازم تجيب لي من دمج الى انجري كلها نفسه لا انت يمكن هاي كم سطر 1 2 3 10 صياب 3 بس انت شنو مطي حق الشرح هسه يعني هسه كل واحد عنده مثلا ها توكسيك انواعه واضح وهكذا ايثانول ما ايثانول هذه يعني تاخذون فكره عليها ان شاء الله هسه عندنا كارديو توكسيسيتي كارديو توكسيسيتي عندنا اكيوت وسب اكيوت هاي تعرفوها التريشن اوف انتركال ريبولاريزيشن فيز ديوريشن اوف كيو تي ارثميا اسكيميا acute heart failure myocarditis anaxis syndrome هاي كلها شنو هذه كلها acute شنو معنى acute راسها تبدي تطلع على المريض اي شيء acute وكلها شنو alteration شنو ventricle repolarization phase هذا واحد duration of QT هذا اللي اكيد ماخذ بالفسلجه arrhythmia اسكيميا اكيوت هارت فيلير هاي يعني الاشياء الحاده اللي تظهر على الانسان بها هاي 1 2 3 4 يعني هذه واحد هذه انا برايي مهمه يحفظها ليش؟ لان اثناء مو هو طبيب وانما اخاف يروح المستشفى من يحكي الطبيب شنو معنات كيو تي لازم انت تعرف فيها شنو معنات اسكيميا تعرف فيها حتى ليش؟ لأن عندك فد مفهوم خصوصا إذا اشتغلت في ردة الباطنية شوف لنا أطباء كله قال كيوتي قال إي سي جي قال ما تشيل إذا وأنتم ماخذيها فالإنسان لازم شوية خصوصا هذه بس إحنا هنا راح نقتصر على الأكيوت ما الأكيوت أو سب أكيوت ألتر او مثلا راح يجيكم فرضا ام سي كيو التريشن اوف اكيوت اور سب اكيوت اند سب اكيوت 1 2 3 4 من هذول اربعه من هذول انت هاي يعني. بس شنو انت بال ان شاء الله بال او انتم بال استمراريه العمل وشي راح تحفظها لان هو شنو هاي شغله الاطباء بس لازم احنا الصيادله خصوصا اللي يشتغلوا مستشفيات خصوصا هذا لازم حتى يكون مؤهل
لأي سؤال أخاف يسأله طبيب، يسأله مريض، يسأله شيء ممرضة مثلا تسأله يا أبي شنو الكيوتي بالإي سي جي طلع بالعنده وهكذا. الكرونيك عندنا نوعين، إيرلي يعني مثلا 5 6 سنين 7 سنين وكليت 30 سنة يلا تطلع. ما هو أسبوع ليف فنتيكولار ديسفنكشن. شوف الليف فنتيكولار يعني البطين الأيسر هو شايل الحمل مال القلب كله. ليش؟ لأنه هو الدم يطلع من عنده، هو الدم يخرج من عنده، فيراد لا يكون دائما في وضع جيد حتى يدفع الدم، لأن إذا ما يقدر يدفع الدم إلى أي خلية ما يقدر يوصل إليها ستموت الخلية، ومن وقت الخلية ما تدري شنو فعاليتها بقية وهكذا. فدائما لازم الإنسان يحافظ على هذه العضلة، لأن بقية العضلات القلبية صحيحة بس مو مثل هذا. يعني هو الأذين وين والبطين وين بالفعالية، لأن 24 ساعة مثل فد واحد إيش اسمه يعجن عجين في محل مال خبز، يعجن يعجن شوف أصابعه وإيده وعضلاته وهي تكبر، بينما اللي ذب الصابون بالفرن ما يهدم جوز شوية ثقل، بس هذا لا. كذلك الفنتيكولار وايس يسوي أشياء باوعة، يعني سيستوليك لازم، هذه كرونيك أكو إيرلي وليت. سيستوليك سيفير فورم أوف دايليتد كارديو مايوباث، يعني توسع في اسمه قوام في بعض العضلات، من توسعت ما تقدر تقوم تسوي عملها اللي هو مطلوب منها انه يصير بيها كونترول. الخلايا ما تنقل، تبدي وحده ورا الاخ وحده ورا الاخ تموت من ماتت بعد ما تسوي فعاليته، لان انا بالقلب او كل جزء من اجزاء الجسم الخلايا مثل شلون واحد مسؤول عن نفرض في فندق، اذا اي واحد من العمال ما صعد فوق نظف الجام، جامات راح تبين وسخه، او ما نظف الارضيه وهكذا. كذلك شو اسمه الكاردييك هو مسؤول بخلايا، لازم كل خلايا تكون على اتم الصحه حتى تسوي فعاليتها. هذا دائما انه عندنا الانسيدنس رينج، يعني الانسيدنس ماخذ شو يصير يعني حاليا نقول ها، يقول لك من 5 الى 65 3 كيسز. هاي الكارديو توكسيسيتي 65% من دول الفجائيه انسيدنس قصدي هنا يجوز تتعالج. هذه طبعا relation to the total dose of a drug expiration and over the duration of flow up. ليش هذا؟ انه يصير عندنا relation بال دورات، يعني دورات هنا تفتهمية كمعالجة او دورات هي تسوي. اذا عالجنا وقدرنا نعطي الادوية المهمة لهذه نقدر نعالجه ويطيب، ودورات لا اذا ما عالجنا تمام يصير غير شكل. هسه شوف الدراكس الادويه الاكثر شيء اللي تاثر على القهايه هي باوع في هاي مال سرطان، ادويه السرطان، لان هي ادويه السرطان تسوي على الاميونتي مالتنا تاثر وكل شيء، وبعض بعض الادويه الاخرى، بس هي اكثرها كيموثيرابي. كل شيء اذا مؤثر في مو بس هو مؤثر على كل خلايا الجسم. هسه جينا الاشياء المهمه اللي احنا شايفينها كنا نعرفها شايفينها بعمرنا، هي هاو از كاردييك توكسيسيتي دايجنوستس، شلون نعرفها شلون نشخصها. عندنا عده اسئله، اول واحد كل قبل ما احكي تقول اكو هذا الاي سي جي، نعم هذا واحد منهم. فاذا عندنا كاردييك توكسيسيتي دايجنوست وذ نمبر اوف اكزامينيشن اند تيست، يعني عندنا انواع من التست وال اسمه الاكزامينيشن، فواحده منهن بس خلينا شوي ناخذ هاي راح ابيع الاسماء الغياب، يعني تاخذون
صار ضغط عليكم أخاف. اليوم 16/6 بس حافظين الحديد اسمعوني مو؟ اي دكتور اي دكتور ايه بس اخذ ناخذ رعم وانا انا بلعبي قام توجعني ها براحتك دكتور ابابيل نعم دكتور احمد حامد نعم دكتور احمد عامر احمد عامر احمد عباس نعم دكتور احمد عماد احمد عماد استبرق عدنان نعم دكتور اسراء عباس نعم دكتور اسعد علي اسعد